لك انتوا صايرين جماعة شرشيح. ايه؟ ليش هالخناقة مع جماعة البار؟ لك قديش اعماركن؟ بعدين فهموني، شلون بتروحوا على البار وبتسكروا وما بتعرفوا حدا وفوقها بتطلعوا منه بخناقة كبيرة؟ يعني انت ما حبيت يا اخي؟ ايه حبيت يا الياس، حبيت ولساتني لحد هذا اليوم عم حب. بس شي مرة اجيتوا لميتوني من بار ولقيتوا منظري مثلكن هلأ. ليك اخي، انت حبيت ولساتك مستمر بهذا الحب، فاكيد قلبك مع مينكوي. اسمعوا لك، احسن ما اقوم شوه لك الطرف الثاني من وشك. لا تطلع علي بالعالي وانت غلطان. شو هالفضيحة هي؟ هالبغل عم ينكوى بنار العشق وفهمناها، وانت بأي نار عم تنكوى؟ يعني انا ما كنت عم عاني، بس بصراحة هاي قصص البنات كلها بتخليني اتوتر. بتخليني اتوتر؟ وانت اللي يا امير لندن، ها؟ جاينا دي جي حلو كتير من لندن، لك فيك تروح لحالك، شو بدك بالباقي تاخدهم معك ولك؟ مبارح مزاجنا كان كتير حلو، انا قلت مننبسط. وطمني ان شاء الله ضل مزاجكن حلو هيك وانتو عم تاكلوا ضرب على روسكن. يا عيون النمر انت ريس، شو معنى هالحكي؟ هي موسيقى روك، اسمع عيون النمر. بغل عمي، والله حقك تعصب. وانت ولا ابوك شافوا وشك هيك؟ عم فكر اني ما اشوفه اليوم ابدا. ومبارح ما فكرت بشي، بس اليوم قررت تفكر. منيح والله، كانه الضرب نفعك. ها هالبير، ناديلي لهدول الباديغاردية اللي ضربوكن وخليهم يجوا يضربوني، بركي انا كمان بصحى مثله وبصير تفكيري احسن. ممكن وقتها لاقي طريقه لانقل الاسلحه. خلينا نجربون. رئيس، بس الشباب كانوا أقوى منا بكتير. لك مانك متذكر شو مساوين فيهم؟ لك كيف كانوا أقوى لك؟ ريس، هدول شباب نحنا كنا مثلهم. أنا كمان ما قصرت وقت رحت على باب بيت مبجل وأبوسط، بس كنت عم أعملها مقابل بيتها، يعني ما رحت ودقيت على باب واحدة تانية. ليكو، ثروت كان قصده يقول بما أنه الياس عم ينكوى بنار العشق فكان لازم يروح لعند باب بيته لأسرة، صح؟ لكن ليش راح ونام بأحضان لأوزغور؟ قله أنا ما نمت بحضنه يا أخي، أنا كنت نايم على كنبايته. نايم على الكنباية؟ صدقتك. لا تذكروني، قالت لي الياس عن جد أنت كنت رائع ليلة مبارح، بس أنا مستحيل كون عامل هيك شي، ما رح أنسى هيك قصة. هالحكي بيفرحني يا الياس، لأنه على الأقل طلع في حدا قايل لك إنك رائع بليلة من الليالي. رئيس، الياس ما نو عامل شي، يعني أوزغور بتكون عم تقول هيك بس كرمال تنتقم منه مو أكثر. سمعت، لأنه كمان الياس ما كان مقصر بحقه والكل بيعرف. لك دخيل عينك رئيس، طالما نحن ما عم ناخد بيتارنا من أي حدا فأكيد الكل حيضلوا يستوطوا حياتنا. اللي عم يقصدوا صهرنا. خلونا نرجع نعيد. أميني قالت إنه فكرة ما عملها وما إلو علاقة لا بالقنبلة ولا بقصة الشاحنة. طبعا مو مثل ما كنا متوقعين، فكرة عاطي اسم أوزكان قدامها لأميني. حطينا سلاح بنص راسه للزلمة وما حكالنا شي، ليش لا يروح لعند اخته لاتيبي ويخبرها؟ انا هذا اللي مجنني. لانه بيحبها الا يا فخري، ما بيحبك لالك. عن جد هذا الزلمه بيحبها كتير، ماله كذاب. ريس، لانك سمعت من الست امينه ما عاد فيك تصوت على موت أوزكان بالاجتماع، مشان هيك يا قلب اصلان بيك روح اشلاح هالقميص المشقوق اللي لابسه والبس لك شي شغلة نظيفة، بركي سيد فخري بيتنازل وبيروح مع حضرتك لحتى تقابلوا السيد نوزت بأسرع وقت، ويا ريت تخبروه
إنه عمي جانن على الآخر وما عاد فيه عقل ومضطر يساوم جماعة السي آي إيه، مشان هيك بدي منهم يعطونا تفاصيل فكرة أوسكان وارتباطاتهم ولقاءاتهم، أي شي مسجل بين إيديهم بدي إياه لحتى خضر شاكر بيلي يقتل أونال أوسكان ويلمز والكل ينقتلوا على أيدي وما أطلع خاين. يلا ليها، طالعوا الشنطة من الصندوق وغيروا تيابكن هلا أحسن. خلصنا. مليان الباكاج بالغراض، بس لأوصلها بالأول. عن جد ليش كل هالتياب؟